اللي بقى لحضراتكم محمد عبد الله ما بيخرجش من المزرعة في طريق أسيوط الغربي، وليل ونهار قاعد بيذاكر ويتابع أحدث نظم ومعدات تربية الحمام اللاحم وكمان أحدث السلالات في العالم، وهدفه دلوقتي يضاعف عدد قطيعه من الحمام اللاحم ويوصل لرقم غير مسبوق في مصر والشرق الأوسط. هو إيه اللي خلى مشروع أبو غالب ينهار؟ مش ينهار، هو أنا خرجت مشروع بناء على طلب الشركة أنهم يستحوذوا على 100% من حصة المشروع. وافقت وأخذ المبلغ اللي أخدته، ضغطت نفسي وحطيت عليه وكملت عليه، وجيت اشتريت فدان أرض هنا وقلت لا أنا مش هقف، أنا لازم أبتدي من تاني. تمام. والحمد لله بدأنا البداية اللي حضرتك شايفها المتواضعة ديت، ولكن إحنا بينقصنا في المرحلة اللي إحنا فيها دي شريك كمان ب15% عشان في شهر 6 أكون ريدي لأي طلبات في خلال من الألف جوز اللي هيتعمل. ليه الشريك ده عايز تعمل إيه؟ الشريك ده إن أنا أكمل باقي العنابر بتاعتي اللي هي برا، اللي هي الفخار اللي برا ده، وأمن أعلاف وخامات أعلاف للست شهور اللي جايين، ومرتبات ومصاريف الشهرية للمشروع. الجوز يكلفه عليه كام؟ في السنة معدل الجوز الواحد من 55 ل60 كيلو علف بإنتاجه. وفي المقابل بقى يديك ايه؟ في المقابل برضو اجتهادات، يعني على حسب مهما، يعني على حسب خبرتك ايه في المجال وبتجتهد قد ايه بتقدر توصل لمعدل انتاج كويس. غير ان في دي الطرق الطبيعيه، مثلا ممكن يديك 7 أجواز 8 أجواز في الطرق الطبيعيه، لكن في طرق تانية ممكن توصل بيها ل10 و12 جوز. دي حاجه اسمها الانتاج المكثف، يعني انت بتسيب البيت تحته صح كده؟ بالظبط كده، لغايه لما يفقس براحته ويأكل، مش بدخل هنا ميكانه ولا مفرخات ولا اي حاجه، وياكل الانتاج بتاعه. ده الطرق الطبيعيه. الطرق التانية اللي هي الانتاج المكثف حاجه من اتنين، يا اما انك بتسيب الانتاج تحت الاهالي 15 يوم ياكلوهم تاكل طبيعي جدا وياسسوا الزغلول كويس، وبعد كده احنا نسحبه من تحت الاهالي نحطه في اماكن تانية وناكله احنا يدوي، او ان احنا من البدايه بناخد البيض ونحطه في مفرخات وبيتعامل معامله يدويه من اول يوم. بس الطريقه دي اعتقد انها مش امكانياتها او التكنولوجيا بتاعتها مش موجوده عندنا هنا في مصر. امتى تبدا تنتج لمطاعم وفنادق واهالي؟ ان شاء الله بدايه من شهر 6 ان شاء الله، او اخر 6 بالكتير، يعني اخر 6 2024 باذن الله. هتكون وصلت لكام جوز؟ هنكون وصلنا للألف جوز الاولاني، ونقدر ان احنا نبيع جزء والجزء الثاني نزود بيه المشروع بتاعنا. لكن لو دخل معاك شريك قوي، لو في مستثمر قوي يقدر ان هو يضخ اموال في المشروع ده، اعتقد ان الدنيا هتختلف في مصر كتير جدا في البيزنس ده بالذات. انت شايف ان الحمام الفرنساوي واعد جدا للدرجه دي؟ جدا. واتمنى انت معنى كلامك ده ان احنا عايزين ولا 20 مشروع زي ده. انا المفروض يكون في مصر 30 مزرعه، قوه كل مزرعه لا يقل عن 10,000 جوز انتاج، يعني 300,000 جوز بالظبط كده، عشان تقدر توفي الاكتفاء الذاتي لمصر، وكمان عروض اللي بتيجي للبيع من بره مصر نقدر ان احنا نوفيها.